بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس جلسة مريحة، يفضل العمود الفقري منتصب. مرخي عضلات الجسم، قدمين، ساقين، ركبتين، فخذين، حوض، بطن. ناخذ شهيق، زفير بهدوء، ارخاء للصدر، كتفين، كفين مفتوحتين للأعلى. على الفخذين، ارخاء للرقبة، عضلات الوجه، قفا الراس، اللي مو مغمض عيونه بإمكانه يغمض العيون، إرخاء للعيون أكثر. منراقب حركة التنفس بالشهيق والزفير. نلاحظ انه نحن كمراقبين بمنطقة واسعة عم نراقب عنصر الهواء. نحن كمراقبين عم نراقب جسمنا المادي كيف عم يستقبل عنصر الهواء. حتى الآن نحن كمراقبين عم نصغي لهذا الكلام، لهذا الصوت عبر الآذان، عبر حس معين. نلاحظ في ثقل للكفين، عم نحس بتلامس الجلد، جلد الكفين مع الفخذين، في إحساس. مين نحن؟ نحن المراقبين. عم نحس بحركة الهواء عبر الأنف، هواء بارد بالشهيق، وبالزفير عم بيكون هواء سخن. كل شيء بهذا الوجود هو اهتزاز موجي، هو تردد معين. عالمنا، هذا العالم مبني على الترددات. لكل حاسة من الحواس في اهتزاز معين يستقبل عبر مستقبل يتحلل بالدماغ بدون وعي منا. أما الآن نحن نراقب، نراقب كيف الأذن تستقبل موجات السمع، موجات الصوت. نراقب كيف الأذن عم تستقبل موجات الصوت، نسميه عملية السمع. كيف الجلد بحس باللمس، نتفكر بوجودنا من لما ولدنا بهذا العالم ضمن موجي، ضمن تردد، ضمن اهتزاز كبير كثير.
اسم الولادي ينتهي بالموت، نسميها حياة، حياة حسية. كل خلية إلى تردد، قلب ينبض اهتزاز معين بدقة عجيبة، الدماغ له موجات، نحن واعين، نحن كمراقبين واعين واسعين كثير. حتى هذه المراقبة هي موجة، ولكنها ألطف من أمواج الحواس. نحن عم نراقب بمراقب أعلى من الفكر، عم نراقب الفكر نفسه كيف عم يستقبل ويحلل الأمور. هذا المراقب الذكي متصل مباشرة بمركز القلب، قلب الإنسان، باطن الإنسان، داخل النفس، جذوي روحي، فيها ذرة فرح تخلق كل الوجود، فيها موجة محبة بسيطة تعطي كل التعدد. فيها نسمة من نسائم جوده تجعل كل من في الوجود مفتخرا بخلعة الغنى. نحن أغنياء بأنفسنا، أغنياء لما عم نتوسع بهذه الشمولية، عم نتمدد للخلف، للأمام، لليمين، لليسار، للأسفل، للأعلى، عم نتوسع. نحن الكائن المتسع الشامل لكل أمواج هذا الوجود. باتساعنا، اتساع الفرح، اتساع الوعي، عم ندخل لعمق اتساع المحيط، لعمق من السكون، لصمت الصمت، لموجة تجلي الأحد في كل أحد. عم ندخل لقلب القلب، للصميم، لموجة تجلي رب العالمين، لموجة الروح الواحد في الجميع. من موجة هالفرح، من موجة هالغبطة، من موجة هالمحبة يتم خلق كل الوجود. نحن مع هذا الصمت والاتساع نستوعب الزمان والمكان، وكل حدث، وكل إنسان. نحن نتذكر من خلال هذا السكون
معنى أننا في هذا العالم عالقون، معنى القيد، معنى أننا نخلق أقدارنا بأفكارنا ومشاعر منحرفة وأعمال خارجية توهم علينا الوجود، تجعل بسطح المحيط تلاطم بأمواج السطح، تلاطم الأمواج يؤدي لعدم انعكاس شمس الحقيقة عن صفحات نفوسنا النقية. فكرنا مرآة، مرآة نقية جدا تعكس خلق الإله، ولكننا سمحنا للغبار وأدران الزمن بالتراكم فأصبحنا بشخصيات أخرى كأن تعاني، تحارب أشباح الظلام ولم يكن لأشباح الظلام وجود لولا غياب نوره الأحدي عن الانعكاس، عن نقاء أفكارنا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا لأنفسهم يظلمون. ظلمنا أنفسنا بحبنا من يموت، ظلمنا أنفسنا بالسماح لأغيار أن تعكر صفونا، ظلمنا أنفسنا وأثير الوجود وفضاءات العلا وعوالم السمو بارتباطاتنا في مقامات الدون. فمن دونه سبحانه ليس لنا وجود، وبدون موجته الأحدية وروح واحد يجمعنا ليس لنا وجود، وإلا فإن عندما نفقد الاتصال ونتشكل على سطح محيط الحياة العظيم على شكل فقاعات هواء تطفو على سطح الماء، تعلو وتهبط وتتنافس مع بعضها بعضا، برهة من الزمن ليس له وجود بالنسبة لأبدية الوجود. فقاعات تزهو بخيلاء وتنفجر دون أن تعي من أين وإلى أين. نحن نعاني من فقاعات الهواء وفجوات الضد فينا، فراغات
تشكلت من نظرنا القاصر لنعتاد مركزيات أشباح الظلام والجهل والحسد والطمع والغضب. فنزداد بعدا وقسوة وصلابة عن عمق سكوني اتساعي محيط الحياة العظيمة. وتستمر بنا الحياة عبر تيار الزمن الجارف، نولد ونموت، نولد ونموت، نولد ونموت، وهيهات لنفس أن تخرج عنقاؤها من بين الرماد لتعي حقيقة الحي الذي لا يموت. إنه في داخلنا، في مركز الوجود، أقرب إلينا من حبل الوريد. ربنا سبحانك، كيف كنا غافلين عن هذا؟ فقنا عذاب النار، نار الذين حجبوا عن عين أنفسهم فيهم، عن عين الحقيقة بهم، عن عيون تفجرت وكأنها شآبيب الرحمة وينبوع الشباب الخالد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لقد قامت قيامة الحقيقة في نفس أبت أن تموت وتبقى في وادي الدموع. الله أكبر. لقد كنا وما زلنا وسنبقى واحدين في الداخل، ننظر بوهم الحواس لأشباح الظلام، فنخلق لأنفسنا جحيم الجهل. الله أكبر. نحن بداخلنا بعين النعيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ سبحانك ربي، فقنا عذاب النار. من هذا الوعي المراقب السامي الواسع،
نراقب الشهيق بعمق زفير ونردد صدى آيته الكريمة لينقى منا الأثير. نطلق أصواتا منقات بألسن حداد مطهرة وأمواج فكرية مركزة ومشاعر قدسية لطيفة محببة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. نستشعر الصمت، نستشعر السكون، ونستشعر قدسية النور مع آيات النور. ندرك الآن أننا نختبر شخصيتنا الحقيقية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ موجات من اللطف الفرح والنقاء والصفاء والقداسة والسمو، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نحن بالنفس الواحدة الآن اللي بيحب يتابع مع هذا الجمال
تأمل الصمت في عمق سكون محيط الغبطة، يستطيع أن يتابع لوحده اللي حابب أن يسترجع وعي الحواس بعد أن اختبر قدسي الإحساس. يأخذ تنفس عميق شهيق، يحس بوقع الهواء البارد على الشفة العليا، زفير لوى السخن، بدأ وعي الحواس من جديد، شهيق يحرك رؤوس الأصابع، أصابع الكفين، كفين قليلا، زفير يراقب التنفس بهدوء. بعد نص دقيقة بهدوء بفتح العيون وبراقب جمال الوجود بعد أن اختبر منبع الجمال في هذا الوجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.